مساء الخير. شارك الفنان اللبناني رامي عياش المتابعين عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو وثق فيه أجواء مبادرته الإنسانية من خلال جمعية عياش الطفولة لتوزيع الأدوية المجانية على المستوصفات بمختلف المحافظات اللبنانية، وهيدي المرة بالشمال. وعلق رامي على الفيديو وقال: بعد جولات عياش الطفولة على المستوصفات من الجبل للجنوب وصولا للمتن، وصلت الجمعية للشمال وتحديدا البترون لتسليم الأدوية المجانية، حيث توجه الفنان رامي عياش مع فريق العمل وكان باستقباله رئيس البلدية، وبالإضافة لاستضافة السفير الأمريكي لرامي عياش بمقر السفارة الأمريكية ضمن لقاء فني تكريمي بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية. وصرحت السفيرة: نفتخر كلنا باللي عم بيقدمه رامي عياش موسيقيا وإنسانيا. وكاميرا الجديد كان إلى لقاء خاص مع النجم رامي عياش. بشكر تكريم السفارة وسعادة السفيرة، بشكرهم على هاللقاء. إن شاء الله يكون لقاء خير، يعني معطاء، إن شاء الله يكون الناس كلها مبسوطة، وإن شاء الله بتمنى لهم التوفيق يعني، وبشكرهم كثير على هالتكريم. بتعتبروا تكريم هيدا مقدورك هون؟ كل شيء خاصه بجمعة الناس وجمع الفنانين وجمع الأبكامينج أرتستس وجمع الصحافي وجمع المحبين، هيدا تكريم لنا ولهم. فإن شاء الله يكون يا رب الهدف منه جمع الناس دائما مع بعضها ويقدموا شيء هيك مهضوم للبلد. Well, we're so proud. This is the latest in a series of gatherings we're trying to do on more or less a monthly basis. It's called Meet the Artist. So we bring in a Lebanese artist who has, you know, some success. They explain their art to up and comers in the same field. So we've got Rami Ayash performing tonight, and we've got a number of budding musicians in the crowd. So they're going to get to ask him questions, learn from his experiences, and then we're going to have a little reception for networking. It's all about building bridges between our two peoples, using the arts and culture as a vehicle. وهيدي كانت أخبارنا لليوم من عالمنا التاني. انطرونا بكرة بأخبار جديدة. باي. Come on.